هذه أسئلة تقول سائلة: هل المتعة واجبة يعني المطلقة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، وما الفرق بينها وبين نفقة العدة الرجعية؟ المتعة نعم واجبة، وهي كما قال الله تبارك وتعالى: الموسري قدره على المقتري قدره، يعني هذه يقدرها القاضي باختلاف حال المطلق نفسه، يعني الغني ليس كالمتوسط الحال ليس كالفقير، فالقاضي يقدر هذه المتعة كم تكون ثم يدفعها الزوج لمطلقته. وما الفرق بينها وبين نفقة العدة الرجعية؟ المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية لها نفقة ينفق عليها، هذه غير المتعة. النفقة التي تقدم للزوج هذه نفقة، نفقة زوجة، وهي غير المتعة، يعني هذه شيء وهذه شيء آخر، يعني المرأة تأخذ نفقة وتأخذ أيضا متعة، والمتعة تكون مرة واحدة والنفقة تكون فترة العدة، سواء كانت يعني إذا كانت حاملا إلى أن تضع، إذا كانت غير حامل إلى أن تنقضي عدتها.